وصلنا بالنسبة للرصد للحالات؟ طبعا الحالات اللي بتعلم من خلال وزارة الصحة بشكل يومي هي الحالات اللي بيتم الكشف عنها من خلال المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة أو المعامل المركزية، ولكن أكيد أن احنا كلنا بنشوف أن في حالات على مستوى الأصدقاء وعلى مستوى المجتمع بتبقى واضح أنها زيادة جدا على مستوى العالم، وكمان مصر جزء من العالم. ما فيش شك أن المتحول الجديد اللي هو أوميكرون هو ليه سبب كبير جدا في زيادة عدد الحالات اللي احنا شايفينها. الزيادة اللي احنا شايفينها دي نتيجة الانتشار الكبير، ولكن لحسن الحظ يمكن احنا يعني عدد الحالات اللي بنشوفها في الأوميكرون هي السائدة بالنسبة للدلتا، وده احنا كنا متوقعينه من فترة. الأرقام الإصابات الحقيقة اللي احنا بنعلن عنها دي يعني إلى حد كبير قادرين ان احنا نرصد حالات على مستوى المعامل، سواء المعامل المركزية لوزارة الصحة او معامل وزارة التعليم العالي المتمثلة في المعامل المرجعية، او حتى على مستوى معامل القطاع الخاص. هناك زيادة واضحة في معدلات الإصابة من خلال رصدنا للمعامل. هناك ايضا معدلات زيادة في سحب الأدوية من الصيدليات، لكن الرصد ان العدد الحالات اللي بتخش المستشفيات او بتحتاج الى عناية مركزة هي الحقيقة قليلة او الى حد كبير في المعدلات الآمنة على مستوى العالم. احنا دايما في التطعيمات بنؤكد على أهمية التطعيم والجرعات المعززة لمن هو تطعم جرعة وجرعتين. أكيد تطعم الجرعتين ودخل الجرعة المعززة زي ما الدراسات على مستوى العالم أثبتت أنه هو في مأمن من الوصول إلى يعني احتمالات لتدهور الحالة أو احتياج دخول مستشفى أو حتى احتياج إلى دخول العناية المركزة. وبالتالي معدلات الانتشار ومعدلات دخول المستشفيات ومعدلات الوفيات بتعتمد بشكل كبير جدا على معدلات التطعيم اللي احنا بنلتزم بيها. حاجة مهمة كمان ان احنا نأكد عليها هي الأعراض اللي موجودة حاليا بالنسبة للمتحور السائد في مصر حاليا وهو المتحور الأوميكرون، ان الرشح والصداع والشعور بالتعب والإجهاد، وطبعا بعض العطس واحتقان وجفاف الحلق يسبب بعض الألام عند البلع. دي الأعراض الحقيقة اللي هي منتشرة. أما الأعراض الأقل شيوعا هي الكحة اللي هي كنا احنا بنشوفها بشكل كبير قبل كده، وارتفاع كبير في درجة الحرارة، أو حتى فقدان حاسة الشم والتذوق وألام في الصدر وضيق في التنفس، لكن دي أعراض الأقل شيوعا. لكن مؤكد ان احنا لازم نركز بشكل كبير جدا على اللي بيحس بأعراض تنفسية شديدة عليه أن يتوجه للمستشفيات الخاصة بوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي أو المستشفيات المنتشرة الموجودة لخدمة المرضى للعزل. يعني ما ياخدش الأمور ببساطة ويتعامل مع الأمور على أساس أنها الوقت مهم جدا لتلقي العلاج في الوقت المناسب. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دايما هو احنا النهاردة بما ان احنا في شهر ديسمبر وشهر يناير وفبراير، هي ده الموسم للخاص بالانفلونزا، هناك منظومة للترصد الوبائي للأمراض التنفسية الحادة والفيروسات في وزارة الصحة والسكان. الحقيقة من خلال 23 مستشفى على مستوى الجمهورية بتبين الناحية الوبائية، بنقدر ان احنا ناخد مساحات من العيادات الخارجية او من المرضى الموجودين محجوزين بصفة دورية، وتحليلنا للنتائج الخاصة بالإنفلونزا اللي احنا بنعملها رصد حتى من قبل وقت الكورونا بيقول ان الفترة الأخيرة تحديدا اللي هي فترة شهر ديسمبر شهر يناير رصدنا ان في زيادة في عدد الحالات الإيجابي لفيروس الإنفلونزا من حوالي 40-50%. احنا بنقول كده ليه؟ لان الأعراض متشابهة جدا ما بين الأوميكرون اللي سائد حاليا ككورونا وما بين أعراض الإنفلونزا، فناس كتير ممكن انها تتعامل مع الحالة على انها إنفلونزا وهي تكون كورونا او العكس. الحل طبعا في هذا الموضوع هو ان احنا ناخد بالوقاية والالتزام بالمنازل وعدم التعرض للاماكن الزحمة وارتداء الكمامات المعترف بها او المصرح بها عالميا، وايضا يعني اذا في فرصة ان يتعمل تحليل حتى ولو كان التحليل السريع او البي سي ار برضو ده وارد عشان نقدر ان احنا نقول ان يبقى تقدر تطمئن اكتر على الحالة بتاعتك اذا احتجت. طبعا انا
بتكلم هنا على الحالات اللي ممكن تكون محتاجة علاج بزيادة، وهي الحالات الأكثر عرضة كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة. المهم كمان أن احنا نقول أن في ظل ظهور الأعداد بشكل كبير، احنا رصدين أن الحالات بالنسبة للمستشفيات الخاصة بالأسرة أو نسبة الإشغال في الأسرة الإشغال للأسرة الداخلية حوالي 9%، وحوالي 41% للعناية المركزة، وحوالي 23% في أسرة أو أجهزة التنفس الصناعي، وده كلها في الحدود الآمنة جدا فيما يخص المستشفيات. وإذن كفاءة المنظومة الصحية لاستيعاب الحالات بشكل كبير إحنا مستعدين ليها في نفس التوقيت في بالنسبة للأدوية الخاصة بالعلاجات المختلفة أو بالنسبة للأكسجين. كل ده كان محور من محاور الاهتمام اللي تم عرضها من خلال اللجنة اليوم. نسب أو تواجد المستشفيات على مستوى الجمهورية بيعمل أريحية لكل المرضى أو اللي محتاجين أي نوع من أنواع الرعاية. مهم كمان أن احنا نؤكد على الدراسات قالت أن التطعيم زي ما قلنا والاهتمام به بيقلل من فرص التدهور الحالة، ومن هنا احنا وصلنا لحد دلوقتي لحوالي أكتر من 36,366,000 جرعة أولى، ووصلنا 23,600,000 أو أكثر من 600,000 جرعة تانية. ده بيحقق نسبة حوالي 58% جرعة أولى وحوالي 39% وأكثر من الجرعة التانية، إذن من الفئة العمرية اللي هي 18 سنة فيما فوق. وإحنا كمان موفرين جرعات لمن المرحلة العمرية أقل من 18 سنة لحد 15 سنة، وأيضا من 12 سنة ل 15 سنة لو عايزين. بنؤكد على الإجراءات الاحترازية والاهتمام بيها، لأن إلى الآن مع وجود التطعيمات أيضا الإجراءات الاحترازية والبعد عن الأماكن المغلقة والتوسع في الاستخدام الأجهزة الوقاية، وأيضا يعني نهتم بشكل كبير جدا في العناية بالصحة في الوقت الحالي نتيجة يعني تشابه كثير من فيروسات الأنفلونزا في نفس التوقيت. إن شاء الله يعني نتمنى السلامة للجميع، وبإذن الله إحنا على تواصل، والأرقام المتوفرة في وزارة الصحة والمستشفيات موجودة لخدمة المرضى في أي توقيت. شكرا جزيلا.